أنا سمعت مرة بيقولوا لهم ما تخافش على رجلك، خاف على الشبكة، يعني خاف على الفريق بتاعك. فمدى الرجولة في الملعب هل ممكن توصل للخشونة؟ لا، طالما ان هو بيلعب على الكورة ما بتوصلش للخشونة ده. وانا في متهيألي ان كل لاعب بيوصل للخشونة هو راجل مش في الفورمة، مش واثق من نفسه، يبتدي يضرب ويبتدي يعمل، يبقى مش واثق من نفسه. انما هو لازم يشترك في كل لعب، بس يبقى نلاحظ ان هو بيشترك على الكوره مش على رجل زميله او على بطن زميله او على حاجه. انما احنا بنقول دايما لعيبه خليكم رجاله وابطال والنتيجه دي ما تهمش. انما ان هو يضرب، لا، انا ما احبش ابقى حد يضرب في من اللعيبه بتوعه. طب رايك ايه في كابتن مروان لما بيضرب لعيب مثلا او بيتنرفز عليه؟ بزعق له بعد المباراه. مش بيبقى في بعض الاحيان معاه حق ولا عمره ما بيبقى معاه حق؟ ما هو هنا نفترض ان هو ضرب وبعدين الحكم خرجه. انا استفدت ايه او النادي بتاعه استفاد ايه؟ ما هو عطل، النادي عطل. فاحنا بنقول ان كل واحد يلعب ويعمل يعني يسيطر على اعصابه لغايه ما يخلص المباراه. طب هو يمكن ندخل كمان من ناحيه الشخصيه شويه بالنسبه لضيوفنا الكبار. عاوزين نعرف الاولاد مثلا، اولاد سياده الفريق بيلعبوا كوره، مدى تشجيعهم، مراد حضرتك يعني تكلمنا شويه كده. انا عندي الولد الصغير ده طبعا بيلعب في الصغيرين بتوع المدرسه بتوع النادي الاهلي. أيه. ويمكن هو زميل لحكم ابني. ايوه. ده اهلاوي شنيع، يعني هو امبارح بعد ما اتغلبنا لا روح لا كل ولا شرب ونام ومش عاوز يروح المدرسه وعاوز يقعد في البيت علشان اتغلبنا الغلب اللي دخل فيه سوء الحظ. اخوه الكبير وده ضابط في القوات المسلحه برضه اهلاوي متعصب انه مش زيه يعني، لكن برضه يعني بياكل يعني امبارح لا بياكل. هو بقى اللي بطاله جدا هي ست والدته، لان دي ماتش او مباراه. بس دي ما بتروحش يعني المدام ما بتروحش خالص، ما تقدرش تشوف النادي الاهلي بيلعب اطلاقا. يجي لها على طول عصبي وقيء، ممكن يوم النادي الاهلي ما يلعب لازم تاخد اربع خمس حبات منومه عشان تنام مده المباراه. طب قد ايه تبقى حلوه لما تصحى تلاقي الاهلي غلب؟ لما يكون الاهلي غلب، لكن امبارح ما كانتش الحكايه حلوه.